السلام عليكم، انا محمد من قناة اي فوي، وهذا ملخص اخبار الاسبوع يوم الخميس بتاريخ 24/12/2020. وخلنا نبدا على طول باول خبر رئيسي مع ما تبقى من تخبيص من لعبة سايبر بانك. انصحك اولا بمتابعة ملخص الاسبوع الماضي علشان تكون عارف بالتفاصيل الاولية. الان كل الاضافات اللي محتاج انك تعرفها عن اخبار الاسبوع الماضي هو ان اللعبة تم سحبها من ستور بلاي ستيشن بطلب من سي دي بروجكت، وتقدر ترجع نسختك وتسترجع المبلغ. بينما من جهة اخرى مايكروسوفت سمحت بارجاع اللعبة واسترجاع المبلغ لأي شخص اشترى اللعبة، لكن مع ذلك اللعبة ما زالت موجودة على ستور اكس بوكس لأي شخص يبغى يشتريها. الآن كان في تقارير إضافية توضح السبب وراء كارثية اللعبة وقت الإطلاق، وليش ما كانت جاهزة مع أنها مشروع 8 سنوات من التطوير تقريبا. أولا لازم تعرف أن مشروع ووتشر 3 كان تحت التطوير حتى سنة 2015، والتركيز الكلي كان عليه، لهذا بغض النظر عن بدء التطوير على لعبة سايبر بانك من سنة 2012 على حسب بعض التقارير، يظل بأن تلك الفترة كانت فترة بناء الأفكار للعبة، وعملية التطوير الحقيقية حسب ما أتوقع بدأت حتى بعد 2015، الفترة اللي خلصوا فيها لعبة ويتشر 3. لا تنسى أن حتى ويتشر 3 كان فيها DLCات بحجم اللعبة الأصلية، فما تقدر تجزم أن التطوير بدأ على لعبة حتى سايبر بانك في 2015 مباشرة. وعموما الألعاب اللي من هذا الحجم تاخذ فترة طويلة في التطوير، وكل شخص لعب سايبر بانك يعرف أن فيها كمية كبيرة من التفاصيل وتحتاج إلى فترة طويلة في عملية التطوير، فمنطقي جدا انها تاخذ كل هذا الكم من السنوات. الان حسب التقرير اللي طلع يقال بان في موظفين في استوديو سي دي بروجكت ريد مستائين جدا من خطة اصدار اللعبة واللي ما كان لهم اي قرار فيها. يعني تخيل بان ادارة شركة سي دي بروجكت كانت قد اعلنت في بداية هذا السنة عن ان اللعبة في مرحلة منتهية بدون اعلام المطورين بالموضوع ولا حتى التأكد منهم، مع ان المطورين كانوا يطالبون بفترة تطوير اكبر لان اللعبة حسب كلامهم ما كانت منتهية، لكن المطورين هذين نفسهم ما كان مسموح لهم حتى بالتعليق اعلاميا على وضع اللعبة. وهذا التصريح ما كان التصريح الوحيد من تصريحات ادارة سي دي بروجكت، لكن ايضا كان في تصريحات اخرى مثل ان اللعبة شغالة باداء ممتاز جدا على اجهزة الجيل السابق اللي كلنا شفنا ما شاء الله الاداء هذا. كل هذه التصريحات كانت من رؤساء ادارة سي دي بروجكت بدون اي تأكيد من فريق المطورين. حتى قرار اصدار اللعبة تم تحت ضغط المستثمرين وبدون العودة لفريق التطوير او حتى اعلامهم. نسخ المراجعين تم منعها لأجهزة بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس 1 من إدارة سي دي بروجكت بحكم المشاكل الفظيعة اللي كانت موجودة فيها، وهذا قرار إداري آخر بدون الاهتمام لرأي المطورين ولا حتى الصورة الإعلامية اللي ممكن تتكون بسببه. من السيء جدا أن كل هذه القرارات كانت من الإدارة نفسها، لكن اللي يتحملها حاليا هم المطورين اللي شغالين إلى الآن لإصلاح مشاكل اللعبة. وبدلا من أن إدارة سي دي بروجكت تأجل اللعبة لعدة أشهر إضافية علشان تترك المجال للمطورين لإصلاح اللعبة بأريحية أكبر، صاروا الآن يجبرون المطورين على أنهم يشتغلون تحت ضغط أضعاف الضغط العادي لأن اللعبة موجودة في السوق ومحتاج أنك تخلصها بأسرع طريقة ممكنة عشان تصير مقبولة للناس. في النهاية هذا مشروع طموح من الفريق نفسه مو من الإدارة، فطبيعي بيشتغلون لفترات طويلة جدا لإصلاح اللعبة لأن هذا مشروعهم وهذا شغفهم. يعني تخيل غلط غيرهم وهم اللي يأكلونها. بخصوص آخر التحديثات اللي صارت على وضع اللعبة، فريق العمل شغال بشكل دوري على إصلاح مشاكل اللعبة، وفي تحديث جديد نزل للعبة على اساس ان يصلح المشاكل الموجودة في جهاز بلاي ستيشن، والمفترض ان يكون في تحديث في يناير وتحديث اخر في فبراير لاصلاح ما تبقى من المشاكل. لذا مثل ما قلت من اول اترك تجربتك الى ما بعد التحديثات هذه علشان تعيش التجربة اللي المفترض انك تعيشها. لكن على كل حال هذا كل ما يخص الاخبار الرئيسية، فخلنا ننتقل للاخبار السريعة. استوديو نوتي دوغ يبدأ بعملية توظيف واسعة للعمل على مشروع قادم غالبا هي حصرية لجهاز بلاي ستيشن 5. سوني تقوم باضافة امكانية الاختيار ما بين نسخة بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5 عند التشغيل كل لعبة تحتوي على نسخة بلاي ستيشن 4 و 5 على جهاز بلاي ستيشن 5. البطيخة صح؟ خليني اوضح لك الموضوع. المشكلة هذه واجهت الناس في لعبة كول اوف ديوتي كولد وور اللي كانت اذا شغلتها على جهاز بلاي ستيشن 5 بدلا من انك انت تشغل نسخة بلاي ستيشن 5 تشغلك نسخة بلاي ستيشن 4، يعني نسخة الباكورد كومباتيبلتي من بلاي ستيشن 4 للعبة كولد وور تشتغل على بلاي ستيشن 5 بدلا من نسخة بلاي ستيشن 5. بالحل هذا بتصير تقدر تفرق ما بين النسختين وتعرف انت اي نسخه مشغلنها بالضبط. والله انا احسك للحين ما فاهم، بس عموما تذكرون خبر كنتاكي مع اعلانهم عن جهاز العاب؟ كنا ماخذين الموضوع على ان استهبال وتسويق مع شركات الالعاب واستغلال لهايب الجيل الجديد. تبين ان الجماعه ما يلعبون، الجهاز يستخدم نوك 9 من انتل، فبالتالي تقدر تقول انه ميني بي سي، وتقدر انك تخزن الدجاج المطبوخ داخل الجهاز ويحافظ على حرارته. ما ادري صراحه شو الفكره الغريبه هذه، بس يمكن في حد مهتم يعني.
يمكن. لو كنت تلعب سايبر بانك حاليا انتبه، لان في عدد كبير من الحالات اللي وصل السيف داتا الى حجم اكبر من 8 ميجا بايت وصار غير قابل للاستخدام، او يعني خرب باختصار، على انهم المفترض انهم صلحوا المشكلة هذه في اخر ابديت. لكن خلك منتبه واحفظ اكثر من حفظ علشان يكون عندك نسخ احتياطية بفرض صار اي شيء. الاعلان عن اول مشروع لمخرج الجزء الاول من سايلنت هيل، واللي بتكون لعبة رعب ومغامرات واكشن قادمة لجهاز بي سي في 2023 وربما لأجهزة الكونسل لاحقا. واللعبة المفترض انها تكون مشروع ضخم بحكم عدد اللي يشتغلون عليها، ومو شرط انها تكون لعبة سايلنت هيل، فلا ترفع امالك. بدء خصومات ستيم للالعاب واللي بتستمر الى تاريخ 5 يناير من سنة 2021. دوغ باوزر رئيس نينتندو على قد ما انه راوغ سؤال وجود سويتش برو بافضل شكل ممكن، لكنه ما نفى وجود الجهاز، لذا اعتقد بنشوفه بفترة معينة، بالذات ان جهاز نينتندو سويتش حسب التقارير وصل لمنتصف عمره ويبيع بفوق ما تتخيل نينتندو، فش اللي يمنعهم من اصدار نسخة محسنة؟ رايوت تستعد للبدء في مشروع يعتبر غالبا الاضخم بالنسبة لهم، وهو تطوير لعبة MMO في عالم League of Legends. ما في اي تفاصيل الى الان، غير ان الشركة بتبدأ عملية تعيين موظفين ومطورين جدد، فننتظر ونشوف. تذكرون الاستوديو اللي قال بنطور اقوى جهاز كونسل عرفه التاريخ؟ كل التغريدات اللي كتبها رئيس الاستوديو حذفها من فترة، يعني نظام اعمل نفسك ميت. ويعني مع الجيل الجديد والحماس الناس ترى نست الموضوع فعلا، فمشت وياه. لعبة ديابلو ايمورتلز للاجهزة المحمولة بتدخل قريبا المرحلة التجريبية، تقدر تسجل من الرابط اللي بتحصله تحت بالدسكريبشن لو ودك تجرب اللعبة، مع العلم انها بتكون لعبة مجانية وقصتها بتكون ما بين الثاني والثالث. سيجا تؤكد بأن لعبة فيرتشو فايتر القادمة الهدف منها التركيز على البطولات بشكل رئيسي، لكنها ما نفت وجود جزء جديد من السلسلة. يعني هو يعتبر منطقي جدا انك ترجع مع جزء موجه للبطولات، لان اخر جزء رئيسي نزل في 2006، واغلب اللي من هذا الجيل يمكن غالبا حتى ما سمعوا في فيرتشو فايتر. فيعني ممكن تسوي هاي من البطولات وبعدها ممكن تسوي جزء رئيسي للسلسلة، باقي ان شاء الله ترجع بلادي رور لكونامي يا رجل. سوني تؤكد عملها على 3 أفلام و7 مسلسلات مقتبسة من ألعاب استوديوهاتها الحصرية. واحد من هذه الأعمال المؤكدة هو فيلم أنشارتد. على أن وضع سايبر بانك سيء جدا، لكن من ناحية تجارية تمكنت اللعبة من بيع 13 مليون نسخة حول العالم حتى الآن. ونذكر بأن خصومات متجر إيبك بدأت منذ عدة أيام وما زالت مستمرة. وهذا اللي كان عندنا في هذا الفيديو، فيعطيكم العافية ونراكم على خير في فيديو ثاني. في أمان الله.